السلام عليكم البنات، غندير واحد الاكله العشاء خفيفه بالبات فويتي. غنحتاجو فيها شويه الملحه، شويه البزار، شويه ديال الثومه اون بودغ، شويه ديال الفرماج غابي، شويه ديال الزيتون كحل مقطع هكا رقيق صغير، شويه ديال زيت العود، قرعه دي كورجيت، جوج ماتيشا. غنحتاجو صفر ديال البيضه، غنحتاجو لاصوص طوماط و لا بات ديال فيتي بيان سور، وشويه ديال لي زيرب دو بروفانس. هادشي اللي غنحتاجو في هاد الطورطه هادي. هنا غندير ديك القريعه تشحر، تشحر شويه ديال زيت العود، ديال الفوار، ماشي ديال لي زيرب دو بروفانس. هذا كلاش دابا ملي تحمرات هاد القرعه ديالنا غادي نحيدها، غنديرها هنا لا على جنب.
ديك القرعه اللي بقات لي. ندير ليها شويه الملح شويه ديال لاي بودر دارت زيت العود ديزيرف دو بروفانس. خليها تشحر وغادي نرجع معاكم. دابا غادي نحط البول بحال هكا في الوسط وغادي ندير لاصوص طوماط. نحط مطيشة بعد نحط القرعة نطبخ في المطيشة وبعد نحط عليها القرعة بهذا الشكل. بعد غادي ناخد هاد الجنيبات غادي نروليهم هكا بهذا الشكل نحاول نجمعها هكا
غادي ندهنها بالصفر ديال البيض، غندخلها الفران على 180 درجة واحد 40 دقيقة. ندير لها كامل الصفر ديال البيض، غادي ندخلها الفران ونوريكم النتيجه النهائيه من بعد. واش كيسميوهم هادو الخشخاش ولا جو سي با؟ كتجي هاد الطرطه على هاد الشكل ديالنا، كتجي على هاد الشكل كما كتشوفوا معايا. غندير ليها نزوقها بشوية ديال الخس، ديال الزيتون، وبالصحة والراحة كتجي على هاد الشكل هذا. بالصحة والراحة. كتجي على هاد الشكل هذا، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. كتجي على هاد الشكل هذا.